في صبح اليوم التالي توجهت الشابة صفية إلى مفوضية الشرطة في الحي وتقدمت بشكاية ضد والدها. كانت آثار الضرب بادية على وجهها وجهات مختلفة من جسمها. بعد أشهر جاء الصيف، ركب الموجة وتمكن من إقناع رحيم وابنته صفية بالسفر إلى أجدير لقضاء عطلة صيفية، وعدهما بأنهما لن تنسيانها. في القرية في أجدير لم يكن أي من أفراد العائلة ليجرؤ على التدخل أو أن يحول بين الأب وتأديب ابنته، ولذلك ظل الباب موصدا. شاع في القرية خبر اختفاء صفية. ذات صباح حضر إلى مفوضية الشرطة حارس المقبرة، قال إنه اكتشف أن قبرا حديثا تعرض للنبش. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. قطع لحد زائدة، الحلقة الثانية والأخيرة. أشياء كثيرة تغيرت في حياة محمد العربي الطروب منذ أن اصطحب معه إلى ليل بفرنسا زوجته رحيم. كان يحس بأنه فقد كل مقومات الرجل وفق المعايير المعتمدة في قريته النائية في أجدير بإقليم الحسيمة. لم يعد يملك زمام الأمور. هو يلعن في قرارة نفسه اليوم الذي ولجت فيه رحيم مدرسة تعلم اللغة الفرنسية. يذكر أن رحيم وقتها تخلت عن الجلباب واستبدلته بمعطف أوروبي وبنطلون. الفتاة الريفية بنت عمه التي جاء بها من القرية لم تعد هي هي، تغيرت، صارت تطالب كل يوم بالمزيد إلى أن تملكت كل القرارات في الأسرة. ابنته صفية وحيدته تشبعت بثقافة بيئتها الفرنسية، وكان يريدها أن تكون بنت بيئة آبائها وأجدادها. كانت الحسرة تنهشه من الداخل. هو يذكر أنه ما اختار أن يقترن ببنت عمه رحيم إلا طمعا في أن ترضع ابنتهما ثقافة الآباء والأجداد، وهو الآن يواجه فشله في كل لحظة. همهمات ووسوسات أبناء البلد في ليل تؤجج كل يوم أكثر الإحساس بالمهانة. لم يكن لينسى تلك اللحظة التي امتدت فيها يد زوجته إلى خده لتصفعه بقوة. كان قد صفع لتوه صفية. هو يذكر بمرارة وألم أنه الرجل اضطر للاعتذار لدى رحيم المرأة. كان يحاول أن يكتم غيظه، ولكنه لم يقوى على الصبر يوم عادت صفية إلى البيت بعد غياب دام 3 أيام. يومها قرر أن يؤدبها وعلى طريقته. ضربها ضربا مبرحا، خرج من البيت وتوجه إلى المقهى. في زاوية منها اقتعد كرسيا وظل وحيدا يتجرع آلامه. حسب أن الأمر قد انتهى عند ذلك الحد، ولكنه كان مخطئا. في صبح اليوم التالي توجهت الشابة صفية إلى مفوضية الشرطة في الحي وتقدمت بشكاية ضد والدها. كانت آثار الضرب بادية على وجهها وجهات مختلفة من جسمها. بعد ساعات كان محمد العربي الطروب يمثل أمام عميد الشرطة ليجيب على أسئلته. كان في موقف لا يحسد عليه. كان يجيب على أسئلة الضابط وفي قرارة نفسه يلعن اليوم الذي استقدم فيه رحيم معه إلى فرنسا. كان يردد لعناته في قرارة نفسه كلازمات تعقب كل إجابة. أنهى الضابط تحرير المحضر وسيق الرجل إلى المحكمة.
كان يواجه حكما بالسجن، ولكن تدخل مسؤول الأعمال الاجتماعية في الشركة التي يعمل بها حال دون ذلك، إذ طالب بإعطائه فرصة لمراجعة الذات وإعادة النظر في تعامله مع ابنته. حكم عليه بغرامة وبالسجن شهرا موقوف التنفيذ، كما أجبر على التوقيع على التزام يتعهد فيه بعدم العودة إلى ما قام به. أضحى محمد العربي يرى نفسه في مواجهة احتمال فقدانه للعمل وربما الدخول إلى السجن أو أن يبعد. كانت قريته في أجدير تتراءى له، وكانت تحضره ذكريات من زمن الفاقة. كان أمام اختيارات صعبة. عاد إلى بيته، لم يعد يتدخل في شؤون زوجته ولا ابنته، ولكنه في أعماق نفسه كان يغلي حقدا وغضبا ويقاوم أن تظهر عليه علامات البركان المقبل على الانفجار. كان يرى أسرته تتفكك. رفعت زوجته دعوى تطليق ضده، ما لبثت المحكمة أن استجابت لها، وهكذا طرد محمد العربي من المنزل الذي اقتراه واستقدم إليه زوجته رحيم. في حمأة الحزن الممزوج بالغضب، تذكر محمد العربي أحلامه القديمة يوم هاجر إلى فرنسا، ويوم عاد منتشيا بأوراق الإقامة، ويوم تزوج بنت العم. شريط طويل من ذكريات بدأت في القرية بأجدير وانكسرت على عتبات الحقائق الجديدة والواقع الجديد الذي صار محمد العربي ومن هم أمثاله وأفراد أسرهم يؤثثون فضاءاته هناك في المهجر. الآن وقد صار بلا سقف يأوي إليه، صار ضيفا يتنقل بين منازل أبناء البلد. فكر محمد العربي في سبيل يعيده إلى البيت، كان يريد لتلك العودة أن تكون مرحلة في الطريق إلى الأخذ بالثأر. وهكذا تظاهر بأنه تبدل وبأنه أخيرا تقبل الواقع الجديد، بل إنه أحيانا كان يحرص على الإمعان في تقبل الواقع الجديد. في نهاية المطاف تمكن من إقناع مطلقته وابنته بأن تقبل بإيوائه، تقبل أن تصحب ابنته خليلها إلى البيت. عاد صاغرا، وكذلك كانت تريد له زوجته رحيم، وقد أيقنت هذه المرة أنه تغير. نجح في التمويه وفي إخفاء حقائق مشاعره. بعد أشهر جاء الصيف، كانت أسر المهاجرين المغاربيين تتهافت على المحلات التجارية تقتني ما ستحمله من هدايا إلى الأقارب والأحباب. ركب الموجة وتمكن من إقناع رحيم وابنته صفية بالسفر إلى أجدير لقضاء عطلة صيفية، وعدهما بأنهما لن تنسيانها. اشترى سيارة وحملها بعض الهدايا وما ستحتاجه الأسرة للاستجمام على الشاطئ المتوسطي للمغرب، ولكنه ما أن استقر به المقام في قريته بأجدير حتى عاد إلى سيرته الأولى. جرد البنت صفية من جواز سفرها ودبر لها زوجا من شبان القرية، كان قد فرض عليها أن لا تغادر بيت العائلة. وثارت عليه يوم رأت الذي يخطبها، كان شابا فلاحا متواضعا. وزادت ثورتها اشتعالا حين علمت أنها ستسكن معه في القرية. تمكنت رحيم من التسلل والعودة إلى فرنسا. على صراخ صفية اقتحم عليها والدها الغرفة، حاول في البدء أن يقنعها بصواب ما اختاره لها. اعتبرت ما يقوله استفزازا، ورأت في تصرفاته تراجعا ونقوصا عما عهدته فيه في المدة الأخيرة. كان يصيح في وجهها وكانت تصرخ. في القرية في أجدير لم يكن أي من أفراد العائلة ليجرؤ على التدخل وأن يحول بين الأب وتأديب ابنته، ولذلك ظل الباب موصدا. في لحظة ارتمت البنت على والدها وخدشت بأظافرها الحادة وجهه، صدها، دفعها بقوة فسقطت وارتطم رأسها بالأرض. فجأه الذي حدث، جلب بعض الماء ورش به جبينها ووجهها. لم تستجب، لم تتحرك، ثم لاحظ أنها لا تتنفس. ماتت صفية. خرج وأغلق الباب بالمفتاح، لم يتجرأ أحد على فتحها. مضى محمد العربي بعيدا، كان يفكر في حل، في مخرج من الورطة التي وقع فيها.
أفضت به قدماه إلى مقبرة في أطراف القرية. كان الوقت عصرا، كان جمع من أهل القرية يدفنون رجلا توفي في الصباح. جلس بعيدا في ظل شجرة يراقب. لما انفض الجمع لاحظ أن حارسا واحدا يتولى أمر المقبرة. في تلك اللحظات اخترقت مخيلته فكرة، لما لا يأتي بجثة ابنته صفية ويواريها الثرى في هذه المقبرة. لما حل الليل لف الجثة في إزار أبيض بعدما جردها من ملابسها، لف الملابس ودسها تحت الفراش، ثم حمل الجثة إلى السيارة، وقبل الفجر تسلل إلى المقبرة. كانت معه فأس نبش بها القبر الذي دفن فيه الرجل عصر الأمس. أزاح قطع اللحد المصنوعة من الخرسانة، وضعها جانبا، وضع جثة صفية فوق جثة الرجل، أعاد قطع اللحد. كانت جثة صفية تحول دون وضعها كلها، بقيت منها اثنتان. غطى الجثتين بالتراب ثم مضى عائدا إلى المنزل. في الصباح تظاهر بأنه يفتح باب الغرفة حيث كانت صفية، وفجأة صاح: أين هي؟ أين هي؟ هرع إليه من في البيت، قال إن صفية تمكنت من الهرب، بل لامهم على غفلتهم. توجه إلى أجدير وصرح باختفاء ابنته صفية. بعد يومين علمت رحيم وهي في ليل بخبر اختفاء ابنتها. اتصلت بمحاميها وأبلغته بأنها تشك أن يكون محمد العربي هو من دبر اختفاء ابنتهما صفية. سلمها المحامي رسالة حملتها وجاءت إلى أجدير وسلمتها إلى مفوضية الشرطة، التي رأت أن تلك الرسالة ليست ذات قيمة لأنها صادرة عن جهة أجنبية غير رسمية. بعد أن ترددت لفترة على مفوضية الشرطة وعلى كل الجهات ذات الاختصاص، سجلت شكاية ضد زوجها تتهمه بإخفاء ابنتهما صفية، ثم عادت إلى فرنسا. كانت الشرطة قد علمت بخلفيات النزاع القائم بين محمد العربي وزوجته في فرنسا. شاع في القرية خبر اختفاء صفية، واستنفرت مصالح الأمن كل أعوانها والمتعاونين معها للحصول على كل معلومة تفضي إلى معرفة مآل الفتاة. ذات صباح حضر إلى مفوضية الشرطة حارس المقبرة، قال إنه اكتشف أن قبرا حديثا تعرض للنبش. قال إن قطعتي لحد وضعتا بالقرب من القبر أثارت انتباهه، ولما اقترب عاين أثر النبش. قام بإحداث حفرة ما لبثت أن أظهرت قدمين، قال إنهما قدم امرأة فقد طليت أظافرهما بالأحمر. أبلغ العميد النيابة العامة التي ارتأت ضرورة نبش القبر. كانت في القبر جثتان، إحداهما لامرأة تم نقلها إلى مستودع الأموات. استنتج الطبيب البلدي أن الشابة ماتت متأثرة بضربة في الرأس. استدعى العميد والد صفية محمد العربي الطروب ورافقه إلى مستودع الأموات. هناك تعرف على الجثة، كانت جثة ابنته. وبما أن مطلقته تتهمه في شكايتها بتدبير عملية اختفاء ابنتهما، توجهت فرقة من مسرح الجريمة إلى منزل عائلة محمد العربي. مكنت المعاينة من اكتشاف بقع دم بينت التحليلات المخبرية أنه لصفية، وتحت السرير تم اكتشاف ملابس القتيلة. اعترف محمد العربي وكشف تفاصيل التفاصيل. ملفات بوليسية.